بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيت الحاج خضري رحمة الله عليه، هو وعمتي سعدية الله يرحمهم. حب أعرفكم إن ده التراث ومن نسي قديم وتاه يا جماعة. ما بنتكلمش على حطان ولا بنتكلم على موبيليا ولا بنتكلم على أرضية ولا دولاب ولا غسالة ولا تلاجة. ما بنتكلم على بني آدمين كانت ساكنة هنا وناس طيبة عاشت هنا. أول شيء عايزين نتكلم عليه إن كنتوا تدعو لهم بالرحمة أيا كان صغير أو كبير، تدعي للناس اللي كانت عايشة هنا بالرحمة. عصرناهم ما عصرناهمش، دي كانت الأوضة وده ممر كان يدخلك على حمام صغنن. البيت ده بيت عيلة يا جماعة، البيت ده بيت عيلة. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا الجمال والحلاوة. بنتكلم على ناس كانت عايشة هنا أطيب خلق الله. ده مطبخ صغير، تخيل المطبخ ده كان بيخدم اكتر من 10-12 نفر كانوا عايشين هنا. شوف قد ايه البساطة، الحاجات دي لغاية دلوقتي موجودة يا جماعة. دي اثر، حب اقول لكم الكنبة اللي قاعدة دي كانت من ريحة ستي زينب، كانت بتقعد. انت خد بالك يعني هوت ست ام غريب استغفر الله العظيم رحمة الله عليها. وعلى فكرة ده كان حمام تاني بس اتلغى، كان حمام صغير. وده حوض بسيط خالص يا سيد مصطفى. ده السيد مصطفى دوت بشير ابن الرجل الطيب رحمة الله عليه الحاج خضري بشير. ده دور تاني، ده كنا بتلعب فيه مراتي حبيبة قلبي وروحي، كانت بتلعب بتستخبى بنت العبيطة في خزنة الكتب. معلش هي دي الدنيا يا جماعة، سبحان من له الدوام. مكتبة وفيها أعظم الكتب بس للأسف مهملة. الفيديو ده عشان خاطر حبيبة قلبي مراتي تتفرج عليه عشان تفتكر الله يرحمهم الناس الطيبة. كنبتين دول جيت قبل ما اتجوز الوزة اللي معايا كنت باجي انام على واحدة، ورحمة الله عليه عم خضري على واحدة. شوف الله يرحم العباد. ورينا الصورة دي يا مصطفى، كان في صورة هنا لابوك يا مصطفى، فينها؟ انا اظن ان المروحة دي عمرها اكبر من اطول من عمري او اكبر من عمري، اقدم زمن الزمن يا مصطفى. تلاقي لا والله، يعني نقول مثلا ايه 15-20 سنة يعني، خمس ايه اكتر ولا اقل؟ اقل من 15-20 سنة. الكرسي ده كان بيقعد رحمة الله عليه الحاج حسني. يا ما الأوضة دي شافت منا حاجات جميلة. اللهم آمين يا رب. الحمد لله، اللهم اجمعنا معهم بعد عمر طويل عند سيدنا النبي يا رب.